حمص باب 17 صفصافي 25/3/2012 انظروا ماذا فعلت عصابات بشار الأسد في هذا الجامع، شوفوا بعيونكم دمروا الجوامع. الله يوفقك يا بشار، حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا يا عرب الجوامع مساجد بيت الله شو صار فيها، دمرت قصفت بالصواريخ، حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا يا عرب بيوت الله شو صار فيها، وينك يا بوطة يا حسون، ما انك شايف ولا ما بتشوف؟ شوفوا يا عرب يا ملك السعودية يا ابو متعب، شوف شو صار بيوت الله بسوريا، هاي بحمص باب سباع صافي، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يوفقك يا بشار، 25/3/2012 تدمير المساجد، انزلوا يا عرب انزلوا يا عرب بيوت الله شو صار فيها، حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا يا عالم يا هو، شوفوا عم نقصف بالصواريخ، حتى بيوت الله ما خلصت منهم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انظروا يا عرب مساجد بيوت الله شو صار فيها، باب 7 صف صافي 25/3/2012